إذا قيل لك ما هي طريقة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، فقل أن تثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف، لا تحرفها ولا تؤولها، ومن غير تمثيل، لا تمثلها ولا تشبهها بأسماء وصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد، ومن غير تكييف، لا تقل إن كيفيتها كذا وكذا، ومن غير تعطيل، يعني لا تردها، وأن تنفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات مع إثبات كمال ضدها. كيف؟ نفى الله عز وجل عن نفسه الظلم، تنفي عنه جل وعلا الظلم وتثبت كمال عدله، فنفى الظلم عن نفسه لكمال عدله، نفى النعاس والنوم عن نفسه لكمال حياته وقيوميته جل وعلا. وأن تسكت عما سكت عنه.